الذي يتقرب إلى الله بالصلاة، بالنسك، بالحج، بالزكاة، بأعمال الخير، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه يتباهى بعمله، كل عمله مهدور، كل عمله مهدور. أما الإنسان الذي يقوده الذل ويقوده الافتقار إلى باب الله سبحانه وتعالى، فيقف على باب الله منكسرا ذليلا، يقول له بقلبه لا بلسانه يتجمل به أمام الناس، يقول: يا رب، أنا عبدك الموبق المرتكب المثقل بالأوزار المثقل بالمعاصي، أنا عبدك الفقير البائس المسكين، وقفت ببابك، أنا متبرئ من أوهام حولي وقوتي، لا حول لي أبدا ولا قوة لي أبدا، أنا جئت متجرد إلى باب كرمك وجودك، جئت متجرد من كل شيء، أبسط كف الرجاء وكف الحاجة والسؤال إلى بابك، فيا ربي أعطني، يا ربي ارحمني، يا ربي اجبر كسر قلبي. هذا هو الذي يقربك إلى الله، حتى ولو كانت طاعاتك قليلة تؤدي الفرائض، حتى ولو كنت بين الحين والآخر تنزلق بك القدم، هذا هو الذي يقرب إلى الله عز وجل. كم هم الذين يقفون بباب الله بهذا الشكل وهم منكسرون أذلاء، نعم، يشعرون بأنهم مثقلون بالأوزار، كل الناس أفضل منهم، كم هم؟ قلة جدا، قليلون جدا. والدليل أن زيدا من الناس إذا وصفني أنا بهذا الذي أقوله الآن قال لي: أنت مليء بالأوزار، أنت كاهنك مثقل بالمعاصي، من أنت؟ كيف يكون حالي؟ يلتهب كياني غضبا. إذن أنا لا أقر بذلي في الحقيقة. نعم، هذا معنى قولي سيد الشيخ عبد القادر: ونظرت إلى طريق التذلل إلى الله فرأيته فارغا.